هاي جايز، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم غادي نعطيكم المواضيع اللي ممكن تجي ومقترحة ومرشحة باش تجي سنة في الباك. قبل ما نبداو غادي نقولكم حاجة واحدة، انكم ما تطيحوش في الخطأ ولا في الفخ تاع هذا المرشح نركز عليه، هو نحفظ هذه وندخل بهذه برك. انا جو سوي كونتر هذا الشيء، انا ضد الفكره انه تبدي تشوف مرشح كي يعني نقولكم مرشحه او مقترحه مش اجتهاداتنا احنا الخاصه كاساتذه. مثلا رانا نخمو بلي هذا الشيء راه ممكن راح يطيح ونعطيكم فكره مثلا كموضوع شا تراجعوا، ولكن هذا لا يعني انكم تهملوا الدروس الاخرى، صحيح دروس الاخرى او افكار اخرى. اذا جاتنا افكار اخرى اكيد غادي نخرجوا نعطيك بلي فكره اخرى جاتني في راسي ولا ممكن غادي نعطيك على هذا الموضوع. صحيح سي بون، تسمى ماشي من راح نعطيكم هذا الامر ماشي معناها 100% غادي ينحطوا، تسمى هي مقترحه ممكن تجي لانه يعني بحكم تجربتنا بحكم يعني اطلعنا اجتهادنا ممكن هذه الافكار يعني تجي تقريبا تدور على هذا الشيء. اول وحده غادي نبدا بها اللي هي ancient civilizations. ancient civilizations راني دايره ديجا فيديو على الموضوع المقترح في هذا الفيديو، فهذا اللي هو يعني the reasons behind the fall and the collapse of ancient civilizations، يعني الاسباب او العوامل the factors، العوامل اللي خلات الحضارات القديمه تسقط. يعطيك مثال معين واحد تقريبا عندهم عوامل وتقريبا متشابهه مشتركه، العوامل اللي خلتهم ولا العوامل اللي خلات هذه الحضارات بالعكس increased يعني developed and increased، يعني اللي خلتهم prospering يعني تخلي اللي خلات توصل خلات الحضارات يعني the reasons and the factors behind the rise of the civilization. okay، ولا what have you learned from the ancient civilizations، يعني ماذا استفدتم انتما، ماذا يعني ماذا استفدتم، ماذا يعني شاع تعلمتم من ancient civilizations، يعني الايجابيات والاشياء اللي تعلمناهم من ancient civilizations. هذا الموضوع اللي ديجا هضر عليه بالتفصيل في فيديو وحده مقترح تاعش تاع ancient civilizations. اوكي هذا راني ديجا هضر عليه، اسمها هذه ancient civilization ويهضر لك ممكن على اسم هذا المواضيع الاولى. اوكي الموضوع الاخر اللي غادي نضيفه اليوم هو يعطيك وحده من الحضارات، مثلا the Greek civilization, the Roman civilization, the Egyptian civilization, the Mayan civilization, the Islamic civilization, for example the Numidian civilization. the قهرني دايره، شوفوا في الانستغرام راني حاطه ليست قاع civilizations اغلب الحضارات القديمه اللي جات واللي راهي معروفه، راني درتها لكم باللغه العربيه وقتاش وين ظهرت ووقتاش ظهرت وقتاش والخدمه تاعها اللي خدمتها ازدهار تاعها وقتاش سقطت بالتفصيل في الانستغرام. يعني اول بوست اللي حطته على الانستغرام روحوا ضربوا طلع عليه هذيك الورقه، على الاقل افكار دوها باكي تشوفوا الحضاره اللي درتها لكم بالعربيه شهية، ماشي غير الحضاره المصريه والحضاره اليونانيه والرومانيه، كاين حضارات اخرى ممكن يحطوها ما تقولش ما درناهاش وكذا، قادر يديروها نوميدين ما درتوهاش ولكن مرات تجي في الباك مثلا. اوكي ذاتس ات صح. نروحوا الان يعني قلنا يعطيكم وحده من هذو، يعطيكم افكار في التوبيك نمبر 1، فكره نمبر 1 2 3 4، ويقول لك ديفلوبيهم هذو الافكار شنو تبوا فيها، يعطيك الحضاره هذه وين ظهرت، يعطيك الحضاره هذه يعني وقتاش ظهرت وقتاش سقطت، يعطيك مثلا الانجازات نتاعها ويعطيك مثلا العوامل اللي ادت الى سقوطها او مثلا سقطت بسبب كذا، وانت تزيد الديفلوبي من عندك تزيد باسكو عليها قلت لكم افكارهم تقريبا كاع مشتركه ومتشابهه، عندهم عوامل تقريبا وحده اللي خلاتهم يزدهروا تقريبا ماشي كلهم، ولكن وعندهم ايضا عوامل وحده اللي خلاتهم يسقطوا تقريبا ماني مشتركه. فوالا هذه بالنسبه للانشنت سيفيلايزيشن. نروحوا الان ethics in business. ethics in business المواضيع نتاعها هي وحده الاخلاق والعمل، الاخلاق والعمل فكرة او يعني الاخلاق والعمل، يعني اي حاجة عندها علاقة بالاخلاق والعمل. اول موضوع اللي ممكن يجي هو the role of ethics in business or the importance of ethics in business، يعني دور او اهمية الاخلاق في العمل او مع العمل والعمل، الاخلاق اهميتها في العمل، اي عمل نقوم به خصو يكون based on ethical principles، يعني اي عمل نقوم به خصو يكون يعني مبازع لمن على المبادئ الأخلاقية والقيم الأخلاقية. وهنا نذكر أهمية الأخلاق مع العمل هكا على الفرد على المجتمع على الاقتصاد تاع الدولة على سمعة الدولة إلى آخره. هنا نهضر على الإيجابيات والأشياء يعني الدور والأهمية تاع قلنا تاع
خلط في العمل. الموضوع الثاني اللي ممكن يجي ايضا اللي هو هدرنا عليه bribery، يعطيك واحد من الاعمال غير اخلاقيه، سواء يعطيك bribery money laundering تبييض الاموال، الرشوه اللي هي bribery، يعطيك مثلا embezzlement الاختلاس، يعطيك tax evasion تهرب من الضرائب، يعطيك child labor وعمل الاطفال او تشغيل الاطفال، عندنا يعطيك مثلا counterfeiting تزوير او التزييف. يعطيك مواضيع يكون عمل غير اخلاقي. عمل غير اخلاقي يعني هذا العمل غير اخلاقي تجاوزات قانونيه كما ذكرتهم الان، ويقول لك هضر لي عليهم denounce them denounce these unethical acts. سواء يعطيك في التوبيك نمبر 1 يعطيك IDs كده بهم وتكمل، ولا يعطيك سؤال هكا باين في التوبيك نمبر 2 ويقول لك denounce the this unethical acts، يعني تندد يعني تكريتيكي يعني تهضر على المساوئ، تهضر على الصوالح مش مليحه، سما طيح يلا هذه مش مليحه هذه مش مليحه هذه مش مليحه عليها عليها عليها. ايضا عندهم اثار سلبيه ايضا على الفرد، على المجتمع، على الاقتصاد تاع الدوله، على سمعه الدوله الى اخره، على السياحه، بزاف امور. سما كاع هذو يدخلوا لنا في قلنا في واحد من الاعمال غير اخلاقيه. ولا مثلا يعطيك سلبيات تاعش، يعطيك يقول لك مثلا تهضر ليش على هذا العمل الاخلاقي، يعطيك سلبيات تاع واحد من الاعمال غير الاخلاقيه كيما مثلا counterfeiting التزوير، يعطيك سلبيات التزوير، سلبيات مثلا تبييض الاموال، سلبيات مثلا الرشوه، سلبيات tax evasion تهرب من الضرائب، غياب يهضر لك مثلا يقول لك هضر لي على غياب ethics in business يعني the absence of ethics in business. غير هذو نفس الامور نفس الشيء، تقعد غير دائما غير في الايجابيات وفي السلبيات ويبدل لك غير الصيغه. سما الا هضر لك على حاجه كاين هذو حاجه مليحه، يعني كي هضرنا على الاخلاق نهضروا عليها بحاجه مليحه بلي هذه حاجه شابه، ولا هضرنا على الاعمال غير اخلاقيه غادي نهضروا عليها بلي هي سلبيه ومش مليحه. وي ار جوين تو دينونس ات، يعني دينونس ندوا بها التنديد اللي هو التنديد يعني تكريتيكي، ما تهدرش يعني تهدر عليها تجبد كاع المساوئ نتاعها على قلنا على الفرد المجتمع الاقتصاد السياحه كاع تقريبا كاع على سمعه البلاد الى اخره. فوالا هذوما اللي قلت لكم عليهم. ولا ممكن يعطيك على ethics in business، بصح شي يقول لك اعطيني رايك، هنا سموه opinion article و argumentative article، يعني مقال you define the point of view، يعني ما معنى defending a point of view، تدافع عن وجهه نظر معينه. يقول لك كاين اللي يقول لك بلي الاخلاق تحد من creativity يعني تحد من الابداع ومن الابداع تاع الناس، باسكو دائما يقعد ليميتي دائما لازم ما يديش كاع تجاوز ولو بسيط، كاين اللي يقول هكا. دونك كي ما ديش تجاوز ولو بسيط هذا الشيء ما يخليناش، تقتل باب المنافسه، تقتل الكرياتيفيتي الابداع الى اخره. اسكوك داكور؟ ويقول لك كاين ناس يقول لك لا الاخلاق لازم تكون كاينه في لا بغا ما يكونش كاين كرياتيفيتي، لا بغا ما يكونش كاين منافسه. فوالا كاين بزاف امور غادي نربحو باسكو رانا نخدمو، يعني غادي اكيد غادي تزدهر الخدمه تاعنا باسكو رانا نخدمو كلشي مريقل. دونك هالفكرتين تيا تقول راني يعني ethics has everything to do with business ولا ethics has nothing to do with business، يعني الاخلاق هي مهمه عندها علاقه بالعمل ولازم الاخلاق تكون في العمل اي عمل. وايضا غادي نقولوا الاخلاق يعني لازمش تكون يعني دائما مع العمل، مرات خاصنا نديروا بعض التجاوزات القانونيه. اوكي فوالا، انا هنا ما عطيتكمش كل التجاوزات الغير قانونيه، التجاوزات الغير قانونيه كنا دايرينها ديجا في الفورس اكاونتين، انا دايرين بزاف امور منهم عمل اخلاقي وغير عمل غير اخلاقي. كي يكون عمل اخلاقي اكيد غادي تهضر عليه تقطع فيه كيما نقولوا، غادي تقعد دائما غير في السلبيات، هضر لك على الاخلاق ومنه ومنه، كنت ديما في الايجابيات. فوالا هذا اللي دي تاعاش ethics and business باش تكون عندكم صوره. نروحوا الان يونيت نمبر 3 اللي هي education، هذا اليونيت خاصه بوحده اللغات الاجنبيه. هذه الوحده كيما ancient civilization الوحده الاولى هي ancient civilization والادب والفلسفه، كيما education اللغات والادب والفلسفه. دونك وحده ethics and business او education، education هنايا عندها التعليم في العالم in the world، education in the world schools different and alike. ديجا العنوان تاع الموضوع اسمه schools different and alike، يعني المدارس كيف تتشابه ومختلفة. سما يهدر عليك ممكن يعطيك في written expression يعطيك الأنظمة التعليمية اللي متشابهة، مثلا يعطيك نظام تعليمي جزائري ويعطيك نظام تعليمي واحد اخر يقول قارن، او يعطيك مثلا نظام تعليمي في دوله اخرى مثلا في اليابان ولا السويد ولا فرنسا مثلا ولا المانيا الولايات المتحده الامريكيه انجلترا، المهم يعطيك نظام تعليمي في دوله معينه ويقول لك اهدر عليه ويعطيك افكار صح.
ولا يهدر لك اون جينيرال يقول لك قارن مع الجزائري. هذه بالنسبه للموضوع الاول يعني comparison between the two. Now number two, الموضوع الثاني اللي ممكن يجي في الethics MO في education in the world عندكم الموضوع الثاني يقول لك the role of education يعني or the importance of education, دور وأهمية التعليم. دوره وين؟ دوره على الفرد، على المجتمع، على الدولة، الاقتصاد، على كلش، كل شيء يتوجه بالتعليم. التعليم إذا كان طالع وكان مليح، نيفو طالع، نيفو عالي، كان كل شيء مريقل، دونك أكيد غادي الدولة هذيك تكون متطورة ويكون تكون متطورة في كل المجالات. أوكي؟ اسمها هذه هي الدور التعليم the importance of the يعني يطيرك ويبدلك الصيغة دي فيقول لك كيفاش نطور المجتمع تاعنا، شنو رايك مثلا في التعليم الجزائري مثلا، ولا يقول لك اعطيني السلبيات مثلا في النظام الجزائري، ولا ما تحسيش كاع شي يقول لك. المهم قادر يقول لك هذو الافكار يعني نيجاتيف بوينتس ولا نيجاتيف ذا ادفانتجز اور يعني ادفانتجز تاع النيجاتيف تاع التعليم مثلا. ولك ولا يقول لك اهدر لي على يور ايديال سكول، كيراك باغي نتايا سكول تكون، كيراك باغي نظام تعليمي جزائري تكون. تهدر على السيلبس يعني البرنامج، تهدر على سكول تاعك ذا بيلدينغ، تهدر على كل شيء، تهدر على مثلا على الاكتيفيتيز القرايه البرنامج كل شيء تهدر عليه على الايديال سكول يعني المدرسه المثاليه اللي في الذهن تاعك كيراك باغيها تبدا تحكي صح. الان هاني نقول لكم يجي ممكن في توبيك 1 يعطيكم افكار، ولا توبيك 2 يسالك سؤال عادي. والثالثة أو يعني الفكرة الأخيرة اللي ممكن يعني مقترحة أو ممكن تجيب هي stress in examination. دي راكم ديرينها مع الأستاذ تاعكم في القسم stress in examination يعني التوتر والقلق تاع الامتحان، الخوف أثناء الامتحان. يعني كي تولي مستريسي أثناء الامتحان يقرب الامتحان يبدأ قلبك طف 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 أوكي، يعني تبدأ تخاف تولي خايف إلى آخره. كيفاش تتغلب على stress in examination؟ كي نديرو نتغلبوا عليها والمساوئ تاع الستريس في ان اكزامينيشن ممكن نديرو نتغلبوا عليها، يعني شنو السلبيات تاعها، شنو ممكن شنو اضرار تاع الستريس، وايضا كيفاش نديرو نتغلبوا عليها. اوكي فوالا هذه هي افكار بالنسبه للادوكيشن ان ذا وورلد. ناو نروحو لليونت نمبر 4 اللي هي للعلميين، العلوم التجريبيه تصير الاقتصاد والتقني الرياضي. عندكم هذه الوحده سيفتي فيرست اند ادفرتايزينغ مقسومه لزوج. سيفتي فيرست هي السلامه اولا، ولا food safety، وعنا advertising اللي هي الإعلانات والإشهارات. صح، نبدأ بالsafety first. safety first and food safety يعني السلامة الأولى، أي حاجة تكون فيها safety تكون safe، لازم تكون safe يعني أي عمل نقوم به لازم يكون safe، يعني ماكلة نأكلها لازم تكون safe. نهضو على food safety كيفاش غادي إن مثلا يهدرك على الأكل الصحي، يهدرك على السبور مع الأكل الصحي، يهدرك على السمنة، على البدانة، على نقص الوزن، يهدرك على التغذية السيئة، يهدر لك على بزاف امور عندها يعني علاقه الامراض مثلا غير صحيه عندها علاقه بانه ما كلاوش اكل صحي سي بون. ومن بعد يروح الموضوع الان للموضوع الثاني اللي هو يعني تاع ادفرتايزين. ديجا هضر على هذا اليونت ادفرتايزين ممكن يعطي سلبيات ولا سلبيات وايجابيات، يعني the negative points the pros and cons the drawbacks تاع ادفرتايزين ولا the pros and cons يعني السلبيات والايجابيات تاعش تاع ادفرتايزين تاع الاشهارات. تعطي السلبيات والايجابيات تاعو وممكن صناع الجي تاع ادفرتايزين لانه كل مره راه يجي مال نيوتريشن ولا تجي على فود سيفتي. ممكن صناع جي ادفرتايزين يعني الاعلانات والاشارات لانه مثلا هضروا على السلبيات تاع الاشهار مثلا شا قدر يوصلنا الاشهار هذا اكون بور ولا كونتر الاشهارات اون جينيرال الى اخره. انت دير غادي يكون حاجه مليحه بالنسبه لاشهار حاجه مليحه تهضر عليه انه ينفع مثلا هذوك الناس اللي ينتجوا برودكت يعني هذا الشيء يخلي الاقتصاد يتطور، ناس تشري ناس تنتج ناس تشري، تما يكون كاين هذاك التريد يعني ريليشن شيبس تكون كاين علاقه تجاريه، دونك هذا الشيء حاجه مليحه. بالنسبه ايضا هذو على السلبيات تاع السلبيات او the negatives or the drawbacks تاع advertising. اوكي فوالا هذه الفكره الثانيه. وممكن يهضر لك على كيفاش نحافظوا على جسمنا، كيفاش ناكلوا، كيفاش نحافظوا على جسمنا صحي، كيفاش نتجنبوا الامراض how to avoid مثلا obesity. هذو كاع ideas عندهم علاقه بالsafety first advertising. مثلا advertising قادر advertising واحد يدير اعلان ما يكونش امن، هذاك الاعلان ما يكونش امن وما يكونش سليم، ما يكونش سيف وممكن يكون كاذب. اوكي ذاتس ات، هذو هما افكار اللي تجي في safety first and advertising اللي عندها علاقه بالاكل الصحي مع علاقته بالسبور، كيفاش نكون ناكلوا كاكل صحي، كيفاش يكون عندنا جسم صحي. اوكي healthy food healthy body، كيفاش نكونوا fit. وايضا هذو على advertising
يعني السلبيات الايجابيات تاع ادفرتايزين شامل ادفرتايزين نقولوا the importance تاع الادفرتايزين في الناو دايز والاشكال تاع ادفرتايزين مثلا اشكال تاع the forms اللي هما aspects ولا forms تاع ادفرتايزين يعني الان مثلا راني نشوفوا ادفرتايزين ماشي غير في التيفي راح اشكال تاع الان راهي السوشيال ميديا راهي بزاف دونك ممكن يعطيك افكار غير في هذو نروحوا الان ب 5 اللي هي astronomy and solar system astronomy and solar system راهي علوم تجريبيه وللتقني الرياضي للتقني الرياضي والتيرو اقتصاد astronomy and solar system هي وحده علم الفلك والمجموعه الشمسيه الموضوع المقترح في الوحده ممكن يقول لك اهدر لي على واحد من heavenly bodies يعني هذوك الاجسام السماويه مثلا يعطيك على النيازك يعطيك على اقمار يعطيك على كوكب من الكواكب يعني ويقول لك اسكو يعني تبدا تهدر عليه يعطيك افكار فيهم 1 2 3 4 افكار وانت تكتب لنا هذيك يعطيك الافكار هو يزودك بهم انت تنظم دوك الافكار عندك على هذاك الجسم السماوي بالنسبه للفكره الاولى الفكره الثانيه يعطي اذكرك مع او ضد يعني انه نخسروا وي ديفوت ا بادجت تو سبيس اكسبلوريشن يعني مع هذه الفكره ولا هذا الموضوع ايضا مقترح مش يحتاج شرط يعطيك يتقدر يعطيه لك في التوبيك 2 يعني كاين ناس they are devoting a budget or huge budget to space exploration يعني تحط دراهم بزاف بيجي كبير ويقولوا باش يكتشفوا يكتشفوا العالم اوكي باش يكتشفوا عفوا الفضاء يعني شراكين الفوق اوكي ثم كاين اللي يقولوا بلي انه هذا مضيعه للمال وخساره دراهم مكان له تروح مكان له كاين ناس راهم محتاجين راهم جعانين ناس ما صابينش ياكلوا دونك اللي نروحوا نعطوهم الناس هذو ولا نزيدوا نشجعوا بهم الزراعه نزيدوا نشجعوا بهم التجاره نقضوا بهم على نديروا حملات توعويه نقضوا بهم على الفساد على بزاف صوالح على بزاف ونحسنوا من المستوى المعيشي تاع الناس الى اخره وحنا نروحوا برك نروحوا نخسروا دراهم غير باه نطلعوا للفضاء ونشوفوا شكاين ما كان والو كاين اللي يشوفوا باللي مضيعه عليه المال اسكرا بوغ ولا كونتر وكاين اللي يقول لك لا بالعكس حنا رانا نكتشفوا في العالم وهذا الشيء مليح العلم هذا داخل في العلم يعني لازم نكتشفه ويقول لك انه كاين ناس ديجا راهم يخسروا دراهم حتى على الميك اب كاين يقول لك على كوزماتيكس كاين على القش كسوه مثلا ملابس دراهم كبار راهم يخسروهم هذوك الدراهم قادرين نروحوا ناكلوا بهم يعني ملايين تاع الناس ناكلوهم وياكلوا مليح ونشجعوا الزراعه الى اخره تسمى قال لك ماشي مين جات في الدراهم تاع العلم اللي يروحوا للعلم اكتشاف يعني الفضاء نور تتبنى بلي هذه خساره كاين اللي يقولها كاين اللي يقولها دونك تتقول في زوج الاراء هذيك الراي الاول والراي الثاني ولا كنطلب منك يعني الفكره تدعم الفكرتين اذا قال لك انت شو رايك تعطي الراي تاعك انت من واحد منهم يا ذاك يا ذاك اوكي ولا في زوج دوم منك تدعم الفكرتين تدعم الفكرتين ذاتس اول فور توداي هذو هما الافكار اللي تقريبا يكونوا يعني شاملين يعني بصفه عامه اللي يجوا في الاسترونومي ان ذا سولار سيستم ممكن فكره اخرى يقول لك هضر لي على علم الفضاء يعني انت كي تشوف هذا علم الفضاء كعلم يعني هل اكتشاف علم الفضاء يعني افاد البشريه افادنا باش افادنا الى اخره وكما نقولوا الايجابيات تاع السبيس اكسبلوريشن يعني ايجابيات تاع اكتشاف الفضاء هذا ايجابيات تاعو يعني باش راه يفيد الارض ويفيد المجتمع تهضر عليها ايضا هذيك فكره ايضا داخله في الاسترونومي اند سولار سيستم ذاتس اول فور توداي ثانك يو فيري ماتش اذا عندكم شيء معين بغيني نجاوب عليه خلوهم لي في لي كومونتير ثانك يو فيري ماتش سي يو اون ماي نيكست فيديو